Hello guys and welcome to the second episode of Idioms and Meanings. مرحبا بكم جميعا في الحلقة الثانية من أمثلة ومعاني. المثل اللي راه عندنا اليوم هو مثل بسيط، راح نشوفوا معناه وكيفية الاستعمال نتاعه في جملة. ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك ومتابعة القناة ويلا نكتشفوه مع بعض. Our idiom today is fish out of water. الترجمة نتاعه للغة العربية كما قريتوه سمكة خارج الماء، fish out of water. ولكن واش معناه وكيفاش نستعمله؟ This idiom means to be out of your comfort zone. اي كي تسمع شخص استعمل هذا المثل راه يقصد بانه خارج نطاق الراحة النفسية نتاعه، ما راش يحس روحه آلاف. ربما بدا خدمة جديدة وما راه عارف عليها والو، ربما راه في القسم راه يسمع الاستاذ يشرح وما راه فاهم والو في هذاك الشرح، او ربما راه قاعد مع جماعه ويسمحهم يحكيوا على سوجي وهو خاطئ هذاك السوجي. تبعوا معايا المثال اللي راه عندنا. Example: When I first moved to the city, I felt like a fish out of water. كي انتقلت للعيش في المدينه حسيت كسمكه خارج الماء، يعني ما كنتش آلس في البدايه. كان هذا هو مثلنا اليوم، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معناه وطريقه الاستعمال نتاعه في حديثنا. نتلاقاو في المرة المقبلة مع مثل جديد ومعنى جديد. Thank you guys for watching and see you next time.